السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح أتكلم لكم عن الـ NX Hardware لنكسس Family، عائلة نكسس. تابعوني على CCT to CCIE Data Center. تابعوني أيضا على Network Art by Engineer عمار حنون، وعلى جروبات زملائنا إن شاء الله. المقالات، الفيديوهات، كل ما إن شاء الله نقدر احنا نقدم لكم إياه. بالنسبة لموضوع اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن النكسس، وعن الفروقات بين النكسس والموديلات اللي موجودة. بصراحة أنا سجلت فيديو قبل هذا، بس بعد ما رجعت للكتاب، الكتاب الرئيسي يعني اللي أصدرته سيسكو بالسي بي تي ناجتس، ما متكلم عن أي شيء بالنسبة لل 9000 اللي هي سلسلة 9000. فبس يعني للعلم بالشيء، حتى تعرفون انه اكو سلسلة اسمها 9000، وهذه هي صورها، تقدرون تلقوها بالكتاب تحت صفحة 112. احنا بالنسبة كدراستنا العملية والدراسة اللي نفذناها حاليا يعني بالشغل، تكلمنا عن ال 7000 وعن ال 5000 وعن ال 2000. هسه من خلال الشرح راح نتعرف على شغلات شوي شوي. بالنسبة لعائلة ال 7000، تعتبر هي من العوائل أو من العائلة الكبيرة جدا، اللي هي بس نستعين بعض الصور اللي هي هذه. تحتوي على موديلات بيها تبدي من ال 7004 وال 7009 وال 7010 7018، وهذه هي باقي الموديلات. نتكلم احنا عنهم واحد واحد مثل ما ذكر اثني بالسي بي تي ناجز، راح احاول اشرح تقريبا بنفس الاسلوب مع بعض الملاحظات من الكتاب تحتاجوها. يعني افضل ان تطلعون على الكتاب، ما تعتمدوا على الشرح بس، لانه اكو قطع يعني قطع غيار كثيرة جدا بهذه الأجهزة، أجهزة عملاقة بها بورتات كثيرة، بها بروتوكولات كثيرة جدا. فاطلاعكم على الكتاب مع الشرح مع الفلاش كارد إن شاء الله اللي راح تتوفر لكم تساعدكم، إنه بالنسبة اللي جديد جدا بالمجال يقدر يروح يمتحن سي سي تي، أو يريد يجهز مرة واحدة يمكن يمتحن 911 916 ياخذ سي سي إن أي داتا سنتر. الموديل الأول اللي أحب أتكلم عنه اللي هو ال 709، من الموديلات المهمة جدا. هذا الموديل يحتوي على تو سوبس. تو سوبس اللي هي معناه مو شوربة تو سوبس، لا، تو سوبرفايزر انجن. تو سوبرفايزر انجن هذا هو الشكل مالته. هذول طبعا المنتجات اللي ذكرت موديلاتهم سابقا، هي الموديلات تدعم الدي سي بي اللي هو داتا سنتر بريدجنج، وتدعم الاف سي او اي الفايبر شانل اوفر ايثرنت. الموديل الثاني اللي هو ال 710، هذا هو ال 710، جهاز كبير جدا. بالنسبة لما تسمع مصطلح الاي، هذا بالضبط اللي خليه اشير لكم اياه بالماوس، اللي هو هذا 1/0، هذا اي او. اي او يعني انبوت اوت بوت ماجول، يعني تقدر تشيله وترجع مكانه، فهذا هو معنى اي او. فانا كنت واحد من الناس اسال على هذا الموضوع، فسالت احد اساتذتنا الموجودين بالشركه هنا، فجاوبني على هذا السؤال. هذا ايضا يدعم تو سوبرفايزر انجن. تقدرون تقرون هنا طبعا ديسكريبشن عن كل منتج هنا موجود مثل ما مأشر لكم. تدخل تحت تفاصيل ايضا، وين يفيد، ايش تحتاجه. هاي بالنسبة له. بالنسبة ل RU rack units 25 rack units، هو ياخذ هذا الموديل. الموديل الثالث واللي هو من الموديلات المهمة جدا، ال 7018، واللي هو هذا 7018 اعتقد اني اشرت عليه، عفوا هو هذا 25 rack units. وبالنسبة للتين، ما راح اشوف هنا وين، ايش قد ذاكر، وكم راك يونتس. المهم موضوعنا،
ال 718 اللي هو ايضا يدعم 2 سوبرفايزر انجن. راح استعين هنا أنا ب استعين بموقع سيسكو اوريكم الموضوع. موضوعنا هنا أنا. لما تدخل على موقع سيسكو مثلا تحب اي موديل، طلع ال 7718، اي موديل ال 7018، اي موديل من دول الموديلات. هنا أنا اول ما تدخل احنا بس حتى لتوصيل الفكرة، اولا بالنسبة تقدر تشوفه كفرونت فيو، تقدر تشوفه 3D، هذا هو الجهاز. الجهاز هو ماجولز قطع، هذا اللي هي الباور سبلايز راح اتكلم عنها. هذا عندك في سويتشات هنا، هذا اللي هو السوبرفايزر، سوبرفايزر 1 سوبرفايزر 2 على مود الريداندن. هنا عندك هذا كله للكيبل، من مخارج الكيبلات، هذا اللون الازرق او الاخضر او كل واحد يسميه باللغة معينة. هذه هي مخارج الكيبلات، فانت تاخذ من نص السويتش، تاخذ مجموعة كيبلاتك من هنا وتطلع. وايضا بالنسبة لجهة اليمين يحتوي على المراوح من الخلف، هذه المراوح تعمل بنظام، نشوفكم نطلع واحدة من المراوح، الباور سبلاي فان ماجولز. زين، هذا الفان، هذا الفان تعمل بمجال، ايضا تحتوي على الريداندن اللي هي هنا عندنا 1 2 3 4 5 6. واحدة من ذول الفانات اذا وقفت هذه اللي هي فوق، الفانات البقية تعلي السرعة مالتها، بينما يجي التكنيشن يبدل السوكت كله. هذه واحدة من التكنولوجي اللي موجودة حتى يحافظ على درجة الحرارة ودرجة التبريد اللي موجودة. من الخلف ايضا ورا الفانات اكو يسموها الفابريك، اتأكد من الاسم بعدين الفابريك ماجولز، هذا اللي هتكون خلف الجهاز. هذه انتم ممكن تدخلون هنا تطلعون على الجهاز. بالنسبة للباور سبلايز، باور سبلايز بس راح تشوفه بعد ما يرجع كل شيء مكانه. هذه هي الباور سبلايز راح اتكلم عنها ايضا، وراح اوضح لكم اياها بصورة اكبر من هذا. نشوف السوبرفايزر ماجول اللي هو المفروض يكون بالامام، هذا هو السوبرفايزر ماجول. سوبرفايزر موجود مواصفات عالية جدا طبعا. اذا تشوف هنا دول كواد كور سي بي يو وذ 32 جيجا بايت اوف رام، هذا هو بالنسبة للمانجمنت كونسول بورت. وهنا عندك تو اكسترنال يو اس بي ميموري سلوتس لما تريد تسوي تركب اللايسنس، بس نتكلم عن اللايسنس شوي شوي. هذا هو الاجكتر اللي هي الذراع، وين لما تركبها بالراك يعني تعمل لاك او تقفل هذا الكارت. بالنسبة لل F3 Series 48 خلينا نشوف أهمية تجي برا عندك، طبعا بالكتاب موضحة أكثر بس أشوف لكم إياها. هذا بس للعلم بشيء. هذه واحدة من الشغلات، الشغلة الأخ اللي من المهمة مثل ما قلت هي تدعم داتا سنتر بريدجينج، تدعم الـ FCOE اللي هي فايبر شانل أوفر إيثرنت. النكسس 7000 عائلة ال 7000 هي تعتبر البيرنت ديفايس، اللي هي البيرنت، وراح نشوف منو بعد عندنا بيرنت ومنو التشايلد يعني بالتسلسل. لما تيجي للكتاب تشوف هنا الموديلات البقية. بالنسبة للسوبرفايزر اذا تريد تعرف عنه بالتفصيل، طبعا هاي الجداول تفيدكم. اكو تو تو عفوا نكسس سوبرفايزر 2E، والواحد مواصفاته ايش قد يدعم سبيدز، هذه الامور اطلع عنها حتى تكون عندك معلومات اكثر. موضوع السي سي ام بي تفيدكم هواية، وخاصة مواضيع الديزاين، يعني مو شرط انك تدرس الديزاين بس انت حتى تعرف لما تبني داتا سنتر ايش تعرف ايش تشتري.
هذا هو السوبرفايزر انجن بهذا الاي دي ال اي دي لايت، وهذا كونسول بورت، هنا عندنا مانجمنت بورت، وعندنا الاكزيلوري بورت، هنا كومباكت فلاش سلوتس، هنا تقدر تخلي فلاش تقريبا حجم 3 اصابع. هذا بالنسبة للريسيت بتن بالبريطاني، او الزرار او الدقمة، سي ام بي ايثرنت، هذا هو السوبرفايزر المجهول. ال 7000 سيريز تدعم شغلة واحدة، تدعم يعني واحدة من المميزات، اسف، تدعم الادمن اكاونتنج، ان انت ممكن توزع صلاحيات مثل ما موجود بالسي سي ان اي سكيورتي، ان انت تقدر تخلي بريفليجز معينة ان كل شخص يقص صلاحياته بالكونفجريشن او شيء يقدر يسوي. فيدعم الادمن اكاونت مثل يعني السوبر ادمنستريتر او يعني ادمنستريتر عادي حسب الصلاحيات اللي انت موجود عندك بالبوليس مال الشركة. هذه الأجهزة أيضا تدعم شغلة اسمها الكول هوم، بمعنى الكول هوم لما يصير مشكلة بيها هي تتصل على تكنيكال سبورت نعطيه علم انه اكو عطل بهذا الجهاز. بالنسبة للأجهزة أيضا عندك هي تحتوي على لايسنسز، عفوا لايسنس، بالنسبة لللايسنس راح اشوفكم الكماد بالنسبة لللايسنس، آسف جدا، عندك اونلاين كارد، قبل لا اروح الباور سبلاي، هذه 7000 is the supervisor super fabric، هذا هو اللايسنس. نيجي عليها نشوف هذا الموضوع اللي هو موجود. قبل لا تقول له show license، مثل ما ذكرت انه اكو البوت فلاش، البوت فلاش اللي هو هذا تعمل عنده install license، هذا الكماند install license، هو يسوي install license مالته. بعد ذلك تقدر تقول له show license usage، فانت شوف اللايسنس اللي متوفرة عندك بيها صلاحيات، لان هو يختلف من واحد لواحد. بالنسبة للعملية التشغيل بالنسبة للكهرباء وهذه المجالات، اكو اسلوب موجود يعني الشرح ما يكفي، فلازم نستعين بالصور حتى تكون توصل لك الفكرة. هذا واحد من انواع يسموه هوت سوابابل للباور سبلاي، هذا نوع ثاني ايضا موجود عندك. بالنسبة هذه أنواع ثانية، نوصل للموضوع اللي أريد أتكلم عنه، هذا هو الموضوع. عندك الباور سبلاي، عندك هذا أسلوب للباور سبلاي بالنسبة لتوصيل الكهرباء، هذا اللي هو يسمى الفور ريدندنسي، وأكو موضوع الجريد اللي هو يكون بهذا الشكل، وعندك ال N بلس 1 ريدندنت، هذا اللي هو 220 فولت، هذا الاسلوب. واكو اللي هو يسوي الكومباين او الكومبليت، احنا بالشغل نسميه الكومبليت، اللي هو يكون بهذا الاسلوب. هذا هو لغرض ال يعني لغرض ان توفير الباور للسويتش نفسه. هذا هي الموضوع بالنسبة لل 7000. الموضوع الثاني اللي بالنسبة لل 7000، بمجرد ان انت تروح على tools.cisco.com/cpc، هذه هنا تقدر تعرف انت ايش قد تحتاج باور لما تعمل عملية الديزاين مالتك. تختار مثلا نكسس 7000 ولا نكس، تختار الشاسي مالتك من يا نوعية انت راح تستخدم، يا شاسي تاخذ 718 او خلينا ناخذ واحد، مو مشكلة، سوبرفايزر انجن تاخذ مثلا 2. انت بعد تشوف شنو احتياجاتك، عندك ريد على سوبرفايزر انجن، سوبرفايزر انجن عفوا، هذا يس، مثلا تقول سوري بارت نمبر لازم نخلي هنا، خلي واحد انبوت فولتاج، ناخذ 100 و 100 120. هاي بالنسبة للسلوتات، نقدر ناخذ K9 مثلا بس على سبيل المثال حتى نشوف الفكرة. فهنا هو راح ينطيك
ان انت ايش قد تستخدم باور، يعطيك الناتج بالامبيريه وبالوات، يسوي لك ريبورت كامل، فانت على اساسه حتى تعرف ايش قد تقدر توفر طاقه كهربائيه حسب مكانك حسب بلدك. راح تستعين بالكهرباء اللي هي من الشركات التغذية الكهرباء، وراح تستعين بمولدات، فانت لازم يكون عندك فكرة عن هذا الموضوع. يعني انت مو شرط انت كفكرة الموضوع، حتى تتعامل مع قسم الكهرباء اللي هم متخصصين بهذا الموضوع، عندهم اخصائيين بين فنيين وبين مهندسين كهرباء. هاي بالنسبة لل 7000. اما نشرح نظري بالنسبة لل 5000. ال 5000 سيريز، نكسس 5000 سيريز اي او ار، اللي هي اند اوف راك، يعني اللي هي تكون بنهاية الراك. تحتوي على موديلات، موديل اللي هو 5010 وال 5020، وهذول يدعمون سرعة 520 جيجا بت سبيدز. وعندنا موديلين ثانيات اللي هي 5548 وال 5569، هذه تدعم اللاير 3. سؤال بالامتحان جيب لك هاي الموديلات، هذه الموديلات اول ما تشوف 5 5 5 5، هذه هي اللي هي تدعم اللاير 3 تكنولوجي. هذه بسرعة 1.92 تيرا بيتس، تدعم الفايبر شانل اوفر ايثرنت والدي سي بي داتا سنتر بريدجينج. بالنسبة لل 5000 تحتوي على اكستنشن موجود بداخل السويتش، انه ممكن انت تضيف عليها يسموه الدارر كارد، يعني دارر البنت اللي هي يعني كارت فرعي، او الموديل ماله اللي هو N55D160L3، واقولها بالعربي N حرف انجليزي 55-D160L3، يعني لاير 3. هذا بالنسبة لل 5548 اللي هو هذا الموديل. واكو هنا كارت ثاني بالنسبة لحتى توفر تكنولوجي اللاير 3، الكارت ماله اسمه N55M160 لاير 3، اللي هو N55M160L3 لاير 3 يعني. هذه هي الكارتات اللي توفر الكابابيلتي انه يدعم، يوفر القابليه انه يدعم اللاير 3 بهذه السويتشات. ايضا نرجع للكتاب. عفوا. هو طبعا ايضا هنا يتكلم عن ال 6000، انه اكو سيريز موجوده 6000. هذا بالنسبه لل 5000. هذه هي ال 48. طبعا اكو بيهم هم لهم حروف اللي يبغى بي، يعني تحتها موديلات مثل ما موجوده هسه دل، تشتري لابتوب دل، اكو تحتها الانسبايرون والفوسترو والاكس بي اس، وحسب الموديلات الموجوده. وايضا الانسبايرون تحتها موديلات ايضا يعني ثانيه، ف هذه السويتشات ايضا هي تحتها موديلات ثانيه، بس احنا نتكلم عن البراند الرئيسي، الاسم الرئيسي يعني بالنسبه للدروس. بالنسبة لل 50 10 50 20، هذه end of sale، بس قسم من عندها موجودة لحد الآن، موجودة لحد الآن بالبرودكشن، موجودة الشركات تشتغل بها لحد الآن. يعني كل شركة وحسب الباجت مالها اللي يتطور بعدين حسب إمكانياتها توفرها. هذا أيضا جدول يخدمكم هنا، تعرف المواصفات والفرق بين جهاز وجهاز. هذا اللي هو عفوا اسمه اكسبنشن ماجول، هنا تقدر تضيف الكارت حتى انه يصبح كيبل لللاير 3. وهذه هي السويتشات بهذا الشكل. عندنا هنا ايضا هذا اللي هو 69 موجود ايضا، شوفوا بهذا الشكل. هنا اكو هواية صور تدعم لكم هذا الموضوع، مجرد انه بس انت تيجي يعني تشوف وين ال 7000 وشوف ال 5000 حتى يصير عندك فكرة عنها. اكو من عندها تجي اسئلة بالامتحان عن هذا الموضوع، وهذه الصور يعني استعينوا بها حتى يكون عندك فكرة. فهي بيها قطع يعني بارتس كثيرة جدا،
هو بالكتاب شوي معقد الموضوع، بس بالنسبة للي يقرأ السي بي تي انا اقدر اشوف الموضوع اسهل، يعني شارحه ب 33 دقيقة، وحتى الام دي اس شارحه اصلا ب 10 دقائق. بس انا حبيت اتطرق للكتاب حتى اشوف شنو الفروقات. تتابع لا تسألوني بعدين تقول ليش ما غطيت هذه المواضيع، حتى يكون عندك فكرة. هذه بالنسبة ل 5000، ال 5000 تعتبر الاند اوف راك، اللي هي تكون نهاية الراك موجودة. مثل ما ذكرت تدعم ال FCOE Fiber Channel Over Ethernet. بالنسبة أيضا مثل ما قلت موجودة السيريز اللي هي N3000، وعندنا نتكلم عن ال 2000 سيريز. هذا هو الاركتكتشر. هنا هتكون هذه كلها عندك، هنا الراك ماونتد سيرفرز، هذه اللي هي ال 2000، وهذه هنا تكون هي ال 5000. فال 2000 يسموها توب اوف ذا راك اند اوف ذا رو، اللي هي تي او ار او الاي او ار، وتسمى ايضا اللي هي اف اي اكس، اللي هي الفايبر اكستندر، هاي تي او ار ديزاين. وهكذا تروح هنا تروح لل 5000 سيريز، بعدين تطلع لي فوق لل 7000 سيريز. هذا هو الاركتكتشر اللي سيسكو يعني يتفضل انه يكون بهذه الطريقه. نرجع الموضوع النظري هنا، فالنكسس 2000 فايبر اكستندر تي او ار توب اوف ذا راك تحتوي على موديلات اللي هي 2148 و 2224 و 2248 و 2232. أنا سويت هذا الجدول شوي للسهولة حتى يعني توصل لكم فكرة عن شوي البورتات الدوخ. بالنسبة هذا السطر الأول اللي هو 10 جيجا بت بورت، تحتوي على اثنين، يدعم هذول الاثنين يدعمون واحد بورت شانل بسرعة 10 جيجا بت، حتى يكون عندك فكرة. 10 جيجا بت باثنين بورت شانل، العفو 2 بورتس، واحد بورت بسرعة 10 جيجا بت، يحتوي على 48 زيرو بورت شانل بسرعة ال 1 جيج، او البورت ده هو يدعم الجيج، يعني الجيجا اثرنت، هذه او هذه. هذا الجدول راح يكون بهذا الاسلوب. بالنسبة لل 224 اللي هو يدعم 2 بعشرة جيجا بت، واحد بورت شانل بالنسبة لاثنين جيجا بت، يدعم 24 بورت 1 جيجا بت و24 بورت شانل أو هوست 1 جيجا بت. وبالنسبة لباقي الموديلات أيضا سؤال بالامتحان يجيك، هذا الموديل الوحيد اللي يختلف، اللي يستخدم الفايبر كيبل أيضا، هذا اللي هو الوحيد اللي يدعم FCOE Fiber Channel Over Ethernet، ويدعم ال DCP Data Center Bridging، يعني على الأكثر اللي هي Fiber Channel Over Ethernet، هذا هو الوحيد. يس يجيك سؤال بالامتحان يقول لك الفرق بين هذه الموديلات، وهذا ال 2000 Series تعتبر هي Child لل 5000 ولل 7000 Series، واللي هي تكون Top of the Rack. أما هناك سؤال بالامتحان يذكر لك يقول لك اذكر لي من هو التوب اوف ذا راك، اللي هي 2000 سيريز، اللي هي فايبر اكستندر. واذا يجيك سؤال مثلا بهذه التفاصيل الموديلات، طبعا هاي الموديلات اكو من عندها، هي بيها تحتوي على تي بي او تفاصيل اخرى مثل ما ذكرت بالكتاب، تقدرون تشوفوها. ف 2232 هو الوحيد اللي يدعم فايبر شانل اوفر ايثرنت. هذه واحدة أيضا من المواضيع. نرجع للكتاب، نحاول نستعين بشغلات ثانية. إكزام هذا اللي حبيت أوضحهاني بالنسبة للسوبرفايزر إنجن. مثل ما شوفتكم هناك هذول يكونون خلف المراوح، إنهم سووا عملية ريدان بين السوبرفايزر أكتيف وسوبرفايزر ستاند باي. هذا الموضوع يعني
شوية اطلع على التفاصيل، لأنه بالمرحلة الجاية لما نبتدي نحكي عن الـ virtualizations وعن الـ OTV ونتكلم عن بالنسبة للتكنولوجي الـ FCOE وملحقاته، إلى أن ننتهي إن شاء الله بالسيرفرات، نبدأ بالبي سيريز والسي سيريز وين راح نحتاجه، حتى إلى أن يكون عندك فكرة كاملة عن الداتا سنتر. كثير يجيك مصطلح اسمه SFP SFP بلس، هو هذا المجول، هذا فايبر اوبتيك مجول، هو هذا الاس اف بي، فحتى لا تدخون به. وهذا اللي حبيت اوضح لكم اياه بالنسبه للنكسس فاميلي سيستم. ان شاء الله راح اسجل لكم الام دي اس الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.